بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنقوم باستكمال على التمارين الخاصة بالمصفوفات. حسنا، التمرين التالي يقول: اكتب برنامج يقوم بقراءة حجم المصفوفة وعرض عناصرها بالترتيب العكسي. التمرين الثالث يقول: اكتب برنامج يقوم بقراءة حجم المصفوفة وعرض عناصرها بالترتيب العكسي. حسنا، قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تقوم بإنجاز هذا التمرين. لا يوجد أي شيء صعب في هذا التمرين. قلنا بأنه يجب على البرنامج أولا أن يقوم بقراءة حجم المصفوفة. إذا يجب أن نطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم هذه المصفوفة. حسنا، نقوم أولا بإنشاء متغير n لكي نقوم بوضع فيه حجم هذه المصفوفة، ثم نقوم بطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال اعتذر ثم نقوم بطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم المصفوف. حسنا، enter the size of array بهذا الشكل. لقد قمنا للتو للمستخدم أن يقوم بإدخال حجم هذه المصفوفة، وعندما سيقوم بإدخال حجم المصفوفة سنقوم بوضعه داخل المتغير n. حسنا، نقوم بوضع عنوان n. لحد الآن طلبنا من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم هذه المصفوفة، قمنا بوضع ذلك الحجم داخل المتغير n. الآن يجب أن نطلب من المستخدم أن يقوم بملء هذه المصفوفة. حسنا، لقد رأينا في الفيديو السابق بأن المصفوفة هي عبارة عن متغير نقوم بتخزين داخلها مجموعة من البيانات من نفس النوع. حسنا، قلنا بأنه أولا يجب الإعلان عن المصفوفة. من أجل الإعلان عن المصفوفة نقوم بوضع أو بكتابة اسم هذه المصفوفة. مثلا سأقوم بكتابة هنا اس، ثم سأقوم بإعطائها اسم مثلا تي. بعد ذلك سأقوم بكتابة حجم الأقسام، مثلا سأقوم بكتابة 100 200 50 وهكذا. حسنا، من أجل أن يتم حجز 50 مكان داخل تلك العرض. حسنا، وقلنا بأنه بعد الإعلان عن المصفوفة يجب أن نقوم بملء هذه المصفوفة. من أجل ملء المصفوفة قلنا بأنه يوجد طريقتين: الطريقة الأولى أن نقوم بملئها بنفسنا، الطريقة الثانية أن نطلب من المستخدم أن يقوم بملئها. وقلنا بأنه من أجل طلب من المستخدم أن يقوم بملء المصفوفة يجب أن نقوم باستخدام دالة فور. حسنا، جيد جدا، أتمنى تكون قد تذكرت هذه الأشياء. نقوم أولا بالإعلان عن المتغير i، ثم نقول له أن يبدأ العد من صفر. وقلنا لماذا يجب أن يبدأ العد من صفر؟ لأن أول عنصر هو t صفر. حسنا، قلنا أن أول عنصر هو t صفر، ثاني عنصر هو t واحد. لقد رأينا هذه الأشياء في الفيديو السابق. حسنا، نقوم بوضع الكونديشن، وقلنا بأن الكونديشن هي i أصغر قطعا من n. حسنا، ثم نقوم بكتابة i++ ونطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال عدد، وسنقوم بوضع ذلك العدد داخل المصفوفة. حسنا، نقوم بكتابة هنا enter a number بهذا الشكل، ثم نقوم بوضع ذلك العدد داخل الخانة الأولى بهذا الشكل %d، ثم نقوم بكتابة الأدرس الخاصة بكل خانة. حسنا، الآن لقد قمنا بملء هذه المصفوفة. المطلوب منا في هذا التمرين أن نقوم بإظهار محتوى هذه المصفوفة، العناصر المتواجدة داخل المصفوفة، ولكن بشكل عكسي. مثلا في حالة قام المستخدم بإدخال أعداد مثلا 1 2 3 4 5، لا يجب علينا أن نقوم بإظهار 1 2 3 4 5، بل يجب علينا إظهار 5 4 3 2 1. بالعكس، يجب أن نقوم بإظهار محتوى هذه المصفوفة بشكل عكسي. إذا كيف نقوم بذلك؟ نقوم أولا بكتابة دالة فور، ثم نقول له أن يبدأ العد من صفر. نقوم بكتابة الكونديشن كالعادة، لقد تعودت على هذه الأشياء. حسنا، الآن سنقوم بإظهار محتوى هذه المصفوفة ولكن بشكل عكسي. كيف نقوم بذلك؟ نقوم بكتابة هنا تي، ولكن نقوم بكتابة إن ناقص واحد ناقص I، وسأقول لك لماذا. سنقوم بالتجربة أولا، ثم سأقول لك لماذا قمنا بكتابة N ناقص 1 ناقص I هنا. حسنا، سنقوم بالتجربة أولا. لقد قال لي أن نقوم بإدخال حجم هذه المصفوفة، سأقوم بإدخال مثلا 5.
إذا يجب علينا إدخال خمسة أعداد، مثلا واحد، اعتذر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. لقد قمنا بإدخال واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وتم إظهار خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، ولكن يجب أن نقوم بالرجوع إلى الصفر لكي لا تتلخبط. حسنا، سنعيد نفس العملية. سنقوم بإدخال عدد خمسة، نقوم بإدخال واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ويجب أن يتم إظهارها بالشكل العكسي. لقد تم إظهارها بالشكل العكسي، أي من خمسة إلى واحد. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد. حسنا، تجربة أخيرة. سأقوم مثلا بإدخال أربعة، سأقوم بإدخال عشرة، سبعة، ستة، ثلاثة. حسنا، لقد تم إظهارها بشكل عكسي. نحن قمنا بإدخال عشرة، سبعة، ستة، ثلاثة، ولقد تم إظهار ثلاثة، ستة، سبعة، عشرة. كيف قمنا بذلك؟ في الأول لقد طلبنا من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم هذه المصفوفة. حسنا، لقد طلبنا من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم هذه المصفوفة، لا يوجد أي شيء معقد. حسنا، بعد ذلك قمنا بإنشاء متغير n، وقمنا بوضع حجم هذه المصفوفة داخل المتغير n. لحد الآن مفهوم. حسنا، وكتذكير قلنا بأن المصفوفة هي عبارة عن متغير نقوم بتخزين داخلها عدد معين من البيانات. حسنا، ومن أجل الإعلان عن هذه المصفوفة يجب أن نقوم بكتابة نوع هذه المصفوفة. في هذه الحالة قمت بكتابة انت، يمكنك أن تقوم بكتابة فلوس أو أي شيء آخر. بعد ذلك تقوم بكتابة اسم هذه المصفوفة. لقد قمت بتسمية هذه، وقمت بكتابة حجم هذه المصفوفة. قلت له أن يقوم بحجز 50 مكان داخل الذاكرة رام. يمكنك أن تقول له أن يقوم بحجز 1000 مكان داخل الذاكرة رام، لا يوجد أي مشكلة هنا. حسنا، قلنا بأن الخطوة الأولى أن نطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم المصفوفة، الخطوة الثانية أن تقوم بالإعلان عن هذه المصفوفة، الخطوة الثالثة أن تقوم بملء هذه المصفوفة. قلنا هناك طريقتين لملء المصفوفة، إما أن تقوم بملئها بنفسك، إما أن تطلب من المستخدم أن يقوم بملئها. في هذا التمرين لقد طلبنا من المستخدم أن يقوم بإدخال أعداد، وقمنا بتخزين ذلك الأعداد داخل هذه المصفوفة. إذا كيف نطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال هذه الأعداد من أجل تخزينها داخل المصفوفة؟ لقد قمنا باستخدام دالة فور كي لا نعيد print f عدد كثير من المرات. حسنا، وقلنا للمستخدم أن يقوم بإدخال عدد، وقمنا بوضع ذلك العدد في كل خانة بكل سهولة. الآن سنرى ماذا قمنا بعمله هنا. لقد طلبنا منه أن يبدأ العد من صفر. لماذا طلبنا منه أن يبدأ العد من صفر؟ المصفوفة هي عبارة عن جدول تتكون من خانات، وأول خانة نرمز لها بالتي صفر. أريد دائما أعيد هذه الأشياء لكي تترسخ في ذهنك، فهذه الأشياء هي كل شيء داخل المصفوفة، لذلك يجب أن تفهم هذه الأشياء من أجل أن تفهم الأشياء المتقدمة، لذلك ركز معي جيدا من فضلك. حسنا، قلنا بأن المصفوفة هي عبارة عن جدول تتكون من مجموعة من الخانات، ونرمز لأول خانة بالتي صفر، ثاني خانة نرمز لها بتي واحد، ثالث خانة نرمز لها بتي اثنان، وهكذا تي اثنان وهكذا. سنذهب إلى آخر خانة. آخر خانة هي تي ان ناقص واحد. لماذا تي ان ناقص واحد؟ سأعطيك مثال من أجل أن تفهم. مثلا في حالة قام بإدخال ان يساوي مثلا أربعة، إذا ماذا يعني ان تساوي أربعة؟ إذا لقد قال لي بأن حجم المصفوفة هو أربعة، إذا المصفوفة تحتوي على أربعة عناصر. حسنا، بما أن العد يبدأ من صفر، إذا هذه أول خانة، ثاني خانة، ثالث خانة، إذا رابع خانة ستكون تي ثلاثة، أي أربعة ناقص واحد، والتي هي تي ثلاثة في هذه الحالة. وهنا كما تلاحظ أربع عناصر، تي صفر، تي واحد، تي اثنان، تي ثلاثة، يوجد أربع عناصر لأنه قام بإدخال إن أربعة، وآخر عنصر هو تي إن ناقص واحد. لأن تي ان ناقص واحد هي أربعة ناقص واحد، هي ثلاثة. حسنا، لحد الآن مفهوم. سأعيد الشرح. قلنا بأن المصفوفة هي عبارة عن جدول تحتوي على عدد معين من الخانات، ونرمز للخانة الأولى بالتي صفر، نرمز للخانة الثانية بالتي واحد، الخانة الثالثة بالتي اثنان، الخانة الرابعة بالتي ثلاثة، الخانة الخامسة بالتي أربعة، وهكذا. لقد قلنا للمستخدم أن يقوم بإدخال عدد عناصر أو عدد خانات هذه المصفوفة في حال قام بإدخال مثلا أربعة، أو في حال قام بإدخال مثلا خمسة. حسنا، إذا يوجد خمسة عناصر، أي يوجد خمس خانات. إذا نقوم بالرمز لأول
خانة بالتي صفر، ثاني خانة بالتي واحد، ثالث خانة بالتي اثنان، رابع خانة بالتي ثلاثة، وخامس خانة نرمز لها بالتي أربعة. وماذا تعني تي أربعة؟ هي تي خمسة ناقص واحد، لأن خمسة ناقص واحد تساوي أربعة، إذا وخمسة هو إن، إذا آخر خانة دائما هي تي إن ناقص واحد وليس تي إن، قلنا بأن آخر خانة هي تي إن ناقص واحد. المهم يجب أن تتذكر هذا السطر جيدا. الآن سنقوم بما هذه المصفوفة. لقد طلبنا من المستخدم أن يقوم بإدخال عدد، وقمنا بوضع ذلك العدد داخل كل خانة. في الأول سأخذ اي قيمة صفر، سيرها الاي أصغر، مثلا قام بإدخال ان تساوي 4، سيرها الاي أصغر من ان، نعم فعلا اي أصغر من ان لأن صفر أصغر من 4. سيطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال عدد، مثلا قام بإدخال 1، سيتم حجز ذلك العدد داخل أول خانة والتي نرمز لها بالتي صفر كما قلت. إذا سنقوم بوضع 1 داخل الخانة الأولى. عندما سيقوم بتنفيذ هذه الأوامر سيتم إضافة 1 لآي، ستصبح آي 1، سيعيد نفس العملية لأن فور تعيد نفس العملية. سيرها الآي أصغر من إن، نعم فعلا آي أصغر من إن لأن 1 أصغر من 4. سيقوم بطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال عدد، مثلا تم إدخال 2، سيتم حجز ذلك العدد داخل ثاني خانة، وقلنا بأن ثاني خانة نرمز لها بالتي 1، إذا سنقوم بحجز 2 داخل تي 1، وهكذا إلى أن يتم المصفوفة كلها. الآن سنقوم بإظهار محتوى هذه المصفوفة. حسنا، من أجل إظهار محتوى هذه المصفوفة سنقوم باستخدام دالة فور، ولكن هو في التمارين طلب مني أن أقوم بإظهار عناصر هذه المصفوفة ولكن بالعدد العكسي، أي من الآخر إلى الأول. حسنا، سنتتبع كيف سيشتغل البرنامج من الأول. مثلا قم بإدخال، قلنا إن هو 4، في الأول سأخذ I قيمة 0. حسنا، سيأتي إلى هنا، قلنا بأن إن 4، إذا تي سأخذ تي إن هي 4 ناقص 1 ناقص I التي هي 0، 4 ناقص 1 ناقص 0 هي 3، تي 3 هي آخر قيمة بالنسبة. إذا قمنا بإدخال من 4، قلنا بإدخال من 4، إذا تي 3 هي آخر قيمة. حسنا، قلنا بأن تي 3 هي آخر خانة، أعتذر، إذا تي 3 تساوي مثلا قام بإدخال، سنقوم باستكمال هنا العدد، هنا 2 مثلا قام بإدخال 5، وبالنسبة لتي 3 قام بإدخال، تي 3 قام بإدخال مثلا 7، إذا تي 3 سيتم إظهار 7. عندما سيتم إظهار 7 أي سيتم إظهار محتوى آخر خانة، سيتم إضافة قيمة 1 لآي، ستصبح آي تساوي 1، سيراها الآي أصغر من إم، نعم فعلا آي أصغر من إن لأن 1 أصغر من 4. سيتم إظهار محتوى تي 4 ناقص 1 ناقص 1، ستصبح هنا تي 4 لأن إن تساوي 4 ناقص 1 ناقص آي، وآي تساوي 1، لذلك قمنا بوضع هنا 1، و4 ناقص 1 ناقص 1 هي 2، وهي الخانة القبل الأخيرة وتحتوي على قيمة 5، إذا سيتم إظهار 5. عندما سيتم إظهار 5 سيتم إضافة قيمة 1 لآي ستصبح 2، سيرها الآي أصغر من إن، نعم فعلا آي أصغر من إن، إذا سيتم إظهار تي محتوى تي 4 ناقص 1 ناقص 2، لأن إن تحتوي على 4 هنا 1، وآي تحتوي على قيمة 2، و4 ناقص 1 ناقص 2 هو 1، إذا القيمة المتواجدة داخل تي 1 هو 2، إذا سيتم إظهار 2، وعندما سيتم إظهار 2 سيتم إضافة 1 لآي ستصبح آي هي 3، سيرها الآي أصغر من إن، نعم فعلا آي أصغر من إن، إذا سيتم إظهار محتوى خانة تي 4 ناقص 1 ناقص 3، لأن إن تحتوي على قيمة 4 هنا 1، وآي تحتوي على قيمة 3، لذلك قمنا بوضع هنا 3، و4 ناقص 1 ناقص 3 هو 0، إذا محتوى أول خانة هو تي 1. عندما سيقوم بإظهار محتوى تي 0 سيتم إضافة 1 لآي ستصبح آي هي 4، سيعيد نفس العملية، سيراها آي أصغر من إن، سيجد بأن آي ليست أصغر من إن بل آي تساوي إن وليست أصغر من إن، إذا سيتوقف البرنامج. ولقد تم إظهار محتوى الأراي أو محتوى المصفوفة بشكل عكسي. حسنا، سأعيد الشرح لآخر مرة وسنمر إلى التمرين الموالي. في حالة إن كنت لم تفهم بعد ركز معي جيدا الآن لأنني سأعيد لآخر مرة. في الأول لقد طلبنا من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم هذه المصفوفة، وقمنا بإعلان عن متغير n،
وقمنا بوضع حجم هذه المصفوفة داخل المتغير n. حسنا، قام المستخدم بإدخال حجم المصفوفة، وقمنا نحن بوضع ذلك الحجم داخل المتغير n. لا يوجد أي شيء معقد، سنقوم بحذف هذه الأشياء. حسنا، ثاني خطوة قمنا بإنشاء أو بالإعلان عن مصفوفة. كيف نقوم بالإعلان عن المصفوفة؟ قمنا بكتابة نوع هذه المصفوفة والذي هو int، ثم قمنا بكتابة اسم هذه المصفوفة t، وقمنا بكتابة حجم أقصى هذه المصفوفة، أي كم يجب حجز عدد الأماكن داخل هذه داخل الذاكرة. قلت له أن يقوم بحجز 50 مكان داخل الذاكرة، يمكنك أن تقول لا، أن يقوم بحجز 100، 200، ليس محددا. حسنا، بعد أن قمنا بإعلان المصفوفة، الآن سنقوم بملء هذه المصفوفة. حسنا، لقد طلبنا من المستخدم أن يقوم بملء هذه المصفوفة. قمنا باستخدام دالة فور من أجل تكرار برنت اف وسكان اف. في كل مرة سيظهر للمستخدم أن يقوم بإدخال عدد، وسيتم وضع ذلك العدد داخل خانة معينة في المصفوفة. حسنا، سنتابع كيف يشتغل البرنامج. في الأول سأخذ اي قيمة صفر. فرضا مثلا قام بإدخال في قيمة ان 4، قام في إدخال بأن الحجم حجم هذه المصفوفة هو 4، إذا يوجد 4 خانات داخل هذه المصفوفة. قلنا بأنه في الأول سأخذ اي قيمة صفر، سيراها اي أصغر من ان. نعم، اي أصغر من ان لأن صفر أصغر من 4. سيقوم بطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال عدد، وسيقوم بإدخال ذلك العدد أو وضع ذلك العدد داخل أول خانة والتي هي تي صفر. مثلا قام المستخدم بإدخال 1، سيتم حجز 1 داخل أول خانة. عندما سيقوم بإدخال 1 داخل الخانة الأولى، سيتم إضافة قيمة 1 لآي، ستصبح آي تساوي 1. سيعيد نفس العملية، سيراها الآي أصغر من إن. نعم فعلا آي أصغر من إن، لأن 1 أصغر من 4، أصغر من 4. نعم، إذا سيقوم بطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال عدد، وسيتم حجز ذلك العدد داخل تي 1 والذي هو الخانة الثانية. مثلا قام بإدخال 2، سيتم حجز داخل تي 1 والتي هي الخانة الثانية، سيقوم بحجز داخلها قيمة 2. عندما سيقوم بإدخال 2 داخل الخانة الثانية، سيقوم بإضافة قيمة 1 لآي. حسنا، لأنه بعد كل عملية سيتم إضافة 1 لقيمة آي. حسنا، سيراها الآي أصغر من إن. نعم، 2 أصغر من 4، إذا سيقوم بطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال عدد، وسيتم حجز ذلك العدد داخل تي 2. مثلا قام بإدخال 3، عندما سيقوم بإدخال 3 في الخانة الثالثة، سيقوم بإضافة قيمة 1 لآي، ستصبح آي 3، وسيعيد نفس العملية، سيراها الآي أصغر من إن. نعم، 3 أصغر من إن لأن 3 أصغر من 4. وسيقوم بإظهار انتر اي نمبر، أي يقوم بإدخال عدد، عندما سيقوم المستخدم بإدخال ذلك العدد، سيتم حجزه داخل الخانة الرابعة والتي هي تي 3. مثلا المستخدم قام بإدخال 4، بعد أن يتم إدخال 4 داخل الخانة الرابعة، سيتم إضافة قيمة 1 لآي، وستصبح آي 4. الآن سيراه الآي أصغر من إن، سيجد بأن آي ليس أصغر من إن، لأن آي تساوي إن وليس أصغر من إن، لأن آي تساوي 4 وإن تساوي 4، إذا سيتوقف البرنامج، وقد تم حجز داخل أول خانة قيمة 1، وعند ثاني خانة قيمة 2، وثالث خانة قيمة 3، ورابع خانة قيمة 4، ونرمز لآخر خانة بـ T3، أي إن ناقص 1، Tn ناقص 1 لآخر خانة. لأن هنا n تساوي 4، و4 ناقص 1 هي 3، إذن عامة نقوم برمز لآخر خانة بـ tn ناقص 1. حسنا، الآن لقد قمنا بملء المصفوفة، سنقوم الآن بإظهار محتوى هذه المصفوفة بشكل عكسي. حسنا، من أجل أن نقوم بإظهار محتوى كل خانة، سنقوم باستخدام دالة for، لأن يجب أن نقوم بإظهار محتوى كل خانة. الآن سنرى كيف يشتغل البرنامج. في الأول سأخذ i قيمة 0، وقلنا بأن n هو 4، وهذا هو محتوى هذه الخانة. حسنا، في الأول ستصبح t داخلها 4 ناقص 1 ناقص 0. لماذا 4 ناقص 1 ناقص 0؟ لأن n تحتوي على قيمة 4، 1 هو 1، و i تحتوي على قيمة 0، و 4 ناقص 1 ناقص 0 يساوي 3. إذا سيتم إظهار محتوى تي 3، و تي 3 تحتوي على قيمة 4، هنا 3، هنا 4، إذا سيتم إظهار 4.
عندما سيتم إظهار 4 سيتم إضافة قيمة 1 لـ i ستصبح i 1. سيعيد نفس العملية، سيظهر i أصغر من n. نعم فعلا i أصغر من n لأن 1 أصغر من 4. سيتم إظهار محتوى p 4 ناقص 1 ناقص 1. لماذا 4 ناقص 1 ناقص 1؟ لأن n تحتوي على قيمة 4، 1 هو 1، و i تحتوي على قيمة 1. إذا 4 ناقص 1 ناقص 1 هو 2. إذا سيتم إظهار قيمة الخانة T2 تحتوي T2 على قيمة 3. إذا سيتم إظهار 3، وعندما سيتم إظهار 3 سيتم إضافة قيمة 1 لـ i ستصبح i 2، وسيعيد نفس العملية. سيراها الـ i أصغر من n. نعم فعلا i أصغر من n لأن 2 أصغر من 4. سيتم إظهار محتوى T4 ناقص 1 ناقص 2، لأن هنا i أصبحت 2، لذلك قمنا بعمل 4 ناقص 1 ناقص 2، و4 ناقص 1 ناقص 2 هي T1. سيتم إظهار محتوى خانة T1 تحتوي خانة T1 على قيمة 2، إذا سيتم إظهار 2. بعد ذلك سيتم إضافة قيمة 1 لـ i تصبح 3، وسيعيد نفس العملية، سيراها i أصغر من n، وسيتم إظهار محتوى T4 ناقص 1 ناقص 3 والذي هو 0. إذا سيتم إظهار محتوى T0، سيتم إظهار هنا 1، وسيتم إضافة قيمة 1 لـ i وستصبح 4، وسيعيد نفس العملية، سيراها i أصغر من n، وسيجد بأن i ليست أصغر من n بل i تساوي n، لأن i تساوي 4 و n تساوي 4، وسيتوقف البرنامج. حسنا، وقد قمنا بإظهار محتوى الأراي بشكل عكسي، ولذلك نقوم بكتابة هنا tn ناقص 1 ناقص i لهذا السبب. حسنا، سويد آخر عملية. أعتذر. حسنا، سنقوم مثلا بإدخال قيمة 4، سأقوم بإدخال 5 7 8 7 5 8 7 9. لقد تم إظهار هذه الأعداد بشكل عكسي، 9 7 8 5. حسنا، لا يوجد أي شيء معقد في هذا التمرين، لقد قمت بشرحه مرارا وتكرارا. أتمنى أن تكون قد فهمت التمرين جيدا. الآن سنمر إلى التمرين الرابع. حسنا، التمرين الرابع يقول: اكتب برنامج يقوم بقراءة حجم المصفوفة وطباعة مجموع جميع عناصرها. التمرين الرابع يقول: اكتب برنامج يقوم بقراءة حجم المصفوفة وطباعة مجموع جميع عناصرها. حسنا، يجب أولا أن نقوم بإنشاء مصفوفة. سأقوم بكتابة انت في نوعية، سأقوم بتسميتها تي، وسأعطيها مثلا، سأعطيها 50. حسنا، وسأطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم هذه المصفوفة. سأقول له print f. حسنا، enter the size of array بهذا الشكل. ثم سأقوم بإنشاء متغير من نوع int اسمه n، وسأقوم بوضع حجم هذه المصفوفة داخل المتغير n كما قمنا بعملية في التمرين السابق. %t ثم هنا n. حسنا، الآن بعدما طلبنا من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم المصفوفة، سنقوم بملء هذه المصفوفة. حسنا سنقوم بتكرار الأشياء التي قمنا بعملها في الفيديو السابق. i أصغر من n و i بلس بلس. الآن هذه الأشياء أصبحت اعتيادية عندك. نقوم قبل ذلك بإنشاء متغير i، ونطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال عدد من أجل ملء هذه المصفوفة. enter a number. حسنا، ثم نقوم بوضع هنا سكان اف، ونقوم بتخزين ذلك العدد داخل خانة من المصفوفة. حسنا، سنقوم بوضع هنا تي اي. الآن قد قمنا بملء هذه المصفوفة. المطلوب منا في هذا التمرين هو أن نقوم بإظهار مجموع عناصر هذه المصفوفة. إذا من أجل إظهار أو من أجل حساب مجموع عناصر هذه المصفوفة، سنقوم باستخدام دالة فور. سأقوم بكتابة أولا، بعدها سأقوم بالشرح كالعادة.
اي بلس بلس، وسأقوم بإنشاء متغير اس int s، سأقوم بحجز داخله مجموعة عناصر هذه المصفوفة سأعطيه قيمة صفر. حسنا، بعد ذلك سأقوم بكتابة s تساوي s زائد ti بهذا الشكل، وسنقوم بإظهار محتوى s. حسنا بهذا الشكل، سأعيد الشرح لا تقلق، هنا اس. حسنا الآن سأقوم بتشغيل البرنامج. Entered size of array، لقد طلب منا أن نقوم بإدخال حجم هذه المصفوفة، سأقوم مثلا بإدخال 6، ثم سنقوم بإدخال 6 أعداد 4 9 3 2 1 ثم 7. حسنا، ومجموع هذه الأعداد هو 26. قم بجلب آلة حاسبة وقم بعمل حساب لأربعة زائد تسعة زائد ثلاثة زائد اثنان زائد واحد زائد سبعة، سقم بإعطائك 26. ولقد قمنا الآن بحساب مجموع عناصر هذه المصفوفة. الآن سأعيد الشرح. في الأول قد قمنا بطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم المصفوفة، وقمنا بوضع ذلك العدد داخل المتغير n. هذه هي أول خطوة، أن تطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم المصفوفة وأن تقوم بوضع ذلك الحجم داخل المتغير n. إذن يجب عليك إعلان على المتغير n وطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم المصفوفة. ثاني خطوة أن تقوم بالإعلان على المصفوفة. قلنا بأنه من أجل الإعلان على المصفوفة نقوم بكتابة نوع هذه المصفوفة، ثم اسم هذه المصفوفة، ثم عدد عناصرها أي عدد خاناتها. حسنا، الآن لقد قمنا بإعلان، لقد قمنا بطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم المصفوفة. بعد ذلك قمنا بإعلان عن المصفوفة، قلنا بأن الخطوة الثانية هي الإعلان عن المصفوفة. الخطوة الثانية هي أن نقوم بملء هذه المصفوفة. قلنا بأن الخطوة الأولى أن نقوم بطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال حجم المصفوفة. الخطوة الثانية أن تقوم بالإعلان عن المصفوفة بحد ذاتها. ثالث خطوة أن تقوم ب ملء هذه المصفوفة. لقد شرحت هذه السطور مرارا وتكرارا كيف نقوم بملء هذه المصفوفة. حسنا، أظن لا يوجد أي مشكلة في ملء المصفوفة. المهم، رابع خطوة هو أن نقوم بحساب مجموع عناصر هذه المصفوفة، وسأقوم بالشرح من هنا كيف نقوم بحساب مجموع عناصر هذه المصفوفة. سنتتبع كيف يشتغل البرنامج. أولا قمنا بإنشاء متغير s وقمنا بإعطائه قيمة صفر. إذن هنا s تحتوي على قيمة صفر. مثلا في حالة قام المستخدم بإدخال n هو 4. حسنا، وقام بإدخال في الخانة الأولى مثلا قام بإدخال 1، في الخانة الثانية قام بإدخال 2، في الخانة الثانية قام بإدخال 2، في الخانة الثالثة مثلا قام بإدخال 3، وفي الخانة الرابعة قام بإدخال 4 بهذا الشكل. حسنا، في الأول سأخذ i قيمة صفر، سأعيد إلى صفر. في الأول سأخذ i قيمة صفر، ثم سيقوم بوضع داخل s بهذا الشكل. ستصبح s تساوي صفر زائد p صفر، والتي تساوي صفر زائد واحد، لأن تي صفر تحتوي على قيمة واحد. قلنا في الأول سأخذ i قيمة صفر، سيراها الآي أصغر من n. نعم فعلا i أصغر من n لأن صفر أصغر من 4. إذا سيتم تطبيق هذا الأمر، سيتم وضع داخل المتغير s قيمة s القديمة وقيمة متواجدة داخل تي صفر. لماذا تي صفر؟ لأن i تساوي صفر، وتي صفر تحتوي على قيمة واحد، لذلك قمنا بوضع هنا صفر زائد واحد. إذن صفر زائد واحد يساوي واحد، إذن s ستصبح واحد. حسنا، سنقوم بتغييرها هنا، وبعد أن يتم تطبيق هذا الأمر أو تنفيذ هذا الأمر سيتم إضافة قيمة واحد ل i، ستصبح i تساوي واحد. سيعيد نفس العملية، سيراها ال i أصغر من n. نعم فعلا i أصغر من n لأن واحد أصغر من n. إذن سيتم تنفيذ هذا الأمر، سيتم وضع داخل s قيمة s القديمة والتي هي واحد، ثم قيمة t1. لماذا t1؟ لأن i يساوي واحد. حسنا، وهذه تساوي واحد زائد t1 t2.
تساوي 2، إذا 1 زائد 2، والتي تساوي بدورها 3. قلنا بأن 1 هو 1 و تي 1 يساوي 2. ولماذا قمنا بكتابة هنا تي 1؟ لأن اي تساوي 1، إذا اس أصبحت تساوي 3. حسنا، سنقوم هنا بكتابة 3. بعد أن يتم تنفيذ هذا الأمر سيتم إضافة قيمة 1 لآي، ستصبح آي 2. سيراها الآي أصغر من إن، نعم فعلا آي أصغر من إن، إذا سيتم تطبيق هذا الأمر ستصبح إس تساوي 3 زائد تي 2. لماذا 3؟ لأن إس القادمة تحتوي على قيمة 3. ولماذا هنا تي 2؟ لأن آي تساوي 2. ونقوم بكتابة هنا 3 زائد 3. لماذا 3 زائد 3؟ لأن تي 2 تساوي 3، مكتوبة هنا تي 2 تساوي 3، و 3 زائد 3 هو 6، إذا S أصبحت تساوي 6. سنقوم بكتابتها هنا. بعد تنفيذ هذا الأمر سيتم إضافة قيمة 1 لـ I، ستصبح I تساوي 3. حسنا، سيعيد نفس العملية، سيراها الـ I أصغر من N، نعم فعلا I أصغر من N لأن 3 أصغر من 4. سيتم تنفيذ هذا الأمر، إذا S تصبح 6 زائد T 3. لماذا 6 زائد T 3؟ لأن S تحتوي على قيمة 6، و T لماذا T 3؟ لأن I تساوي 3، وهذه تساوي 6 زائد 4. لماذا 6 زائد 4؟ لأن T 3 تساوي 4، إذا ستصبح S تساوي 10، إذا S ستصبح 10. عند تطبيق هذا الأمر سيتم إضافة قيمة 1 لآي، ستصبح آي تساوي 4. سيعيد نفس العملية، سيراها الآي أصغر من إن، سيجد بأن آي تساوي إن وليست أصغر من إن، وسيتوقف البرنامج. إذا إس تساوي 10، وسيتم إظهار في إس 10. سنقوم بالتجربة، سنقوم بكتابة 4، سنقوم بإدخال 1 2 3 4، يجب أن يتم إظهار 10. لقد تم إظهار 10 كما قمنا بعملية هنا. حسنا، لا يوجد أي شيء صعب في هذا التمرين كالتمرين السابق، لا يوجد أي شيء جديد. أتمنى أن تكون قد فهمت جيدا هذا التمرين. حسنا، أتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الفيديو، وشكرا.